تايب اي تايب سي تايب بي وتايب بي. We are also honored to have Dr. Well, it is a great pleasure to celebrate the inauguration of the Babur Sinjar housing complex funded by Japan. شكري الكبير للسيد غلام لاهتمامه حقيقة وجديدة ومحبته للشعب العراقي. It's really a day to celebrate how we are trying to heal. بشكر الأمم المتحدة من خلال UNGB من خلال المنظمات ومن خلال هابيتات وأيضا بشكر سعادة السفير وحكومته واضحة للعيان في محافظة نينوى. ويتم توفير البنية التحتية للطلاب أينما وجدوا ثم نزيد على ذلك بتدريب للمعلمين وتوفير الكتاب المدرسي. هم باقين بالشقق واحنا ندرس يعني ان شاء الله تمليك هذه الشقق لهم، لكن للحقيقه يعني قسم من اللي اخذوا الشقق الظاهر هم مو بحاجته، والدليل انه 100 واحد منهم قفل الشقه وطلع، ولذلك احنا طلبنا من الاخ القائم مقام يجرد. احنا نريد هذه الشقق للناس اللي فعلا محتاجيها، مو زياده فوق املاكه، ولذلك حاليا ما نملك الا نتاكد انه فعلا هؤلاء الناس فقراء ويستحقون هذه الشقق. احنا راح ان شاء الله يعني مع سعاده السفير الياباني مع ممثله الامم المتحده مع الاخت وزيره الهجره ان شاء الله راح يتم بناء شقق أخرى للمحتاجين راح تكون في منطقة العبور إن شاء الله. وأيضا إحنا عندنا مشروع مع وزارة الإسكان والتعمير إن شاء الله نبني مساكن واطئة الكلفة. يعني إحنا حاليا هيئة الاستثمار دا تشتغل تم منح بعض الأراضي لمستثمرين، ويمكن جنابك دا تشوف الآن أكو ضغط من عندنا على المستثمرين اللي كانوا متلكيين، الآن شغل في عين العراق كبير جدا، وأيضا بالنسبة للعمارات اللي منطقة دكوان، والآن شروط الاستثمار ليست كقبل، يعطى فترة إذا ما راح ينفذ أو يبدأ بالعمل يسحب أو تسحب الأرض من عنده. يعني يعتبر بناء هذه الوحدات السكنية مع الأمم المتحدة من حقيقة من المشاريع الحيوية والمهمة جدا، واللي هي من الحلول الدائمة والمستدامة حقيقة لإنهاء ملف النزوح وأغلبية التحديات اللي موجودة الآن في المخيمات والنازحين المتواجدين في المخيمات. أكبر تحدي لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية هو وجود دار سكن يليق بهم، فهذه الوحدات السكنية حقيقة راح تشجع الكثير من النازحين بالعودة، وهذه حقيقة توفر لهم مكان ملائم للسكن، توفر لهم كافة الخدمات الحقيقة اللي يحتاجها الفرد من التربية من التعليم من الصحة. فبالتالي كان أكبر معوق للوزارة لإنهاء ملف النزوح هو حقيقة هو وجود دار سكن يليق بالنازحين وعودتهم. هذه التجربة ستنقل إلى سنجار أيضا ومناطق عدة في نينوى ومحافظات المحررة حتى نستطيع ننهي هذا الملف بشكل كامل. وحضراتكم الكل يعلم أنه أغلبية مخيمات إقليم كردستان هم نازحيها من الأخوة اليزيدية، وأكبر معوق لعودتهم هو أيضا مكان ملائم للسكن. فإحنا حقيقة سوف نعمل بالتشارك مع الأمم المتحدة ومع الجهات ذات العلاقة والحكومة المحلية لبناء مثل هذه الدور السكنية أيضا في سنجار لإنهاء ملف النزوح. ذكر رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الأخير يوم الثلاثاء السابق أنه هناك صندوق لإعادة إعمار نينوى وسهل نينوى وكذلك سنجار، ف
فأنا متأكدة أنه ستدرج مثل هذه المشاريع الحيوية واللي تعتبر من الحلول الدائمة لعودة النازحين، موجودة ضمن هذا الصندوق. في نينوى حقيقة هناك فقط مركز الجدعة للتأهيل النفسي وهذا باقي، لكن هناك عندنا مخيم اللي هو مخيم جدعة 5 لمتبقي تقريبا 721 عائلة. في الأسبوع القادم راح يعودون أكثر من 200 عائلة. مشاكلهم الحقيقية مشاكل عشائرية، فبالتالي يعني نحتاج إلى حوار دائما ومستدام مع عشائرهم حتى نقدر نعودهم. في حال لم نصل إلى حوار نهائي سيكون هناك خطة بديلة مع المحافظة أنه يكون إدماجهم في مناطق بديلة غير مناطقهم الأصل باعتبار أنهم مشاكل لن تحل. فعلى أسعار نحن محافظة جزء من العراق، الأسعار هي موحدة في كل العراق وتأثرت بمضاربات الدولار وعدم استقرار سعر الدولار، لكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة برئاسة دولة الرئيس محمد الشيع السوداني وثبت سعر الصرف للدولار ستستقر الأسواق إن شاء الله وسعر البضائع. أما النفط نكون واقعيين لأن وزارة النفط تجهز من النفط الأبيض محافظة نينوى بواقع لا يزيد عن 700,000 لتر يوميا، أحيانا حتى يوميا لا تجهز، ونحن نحتاج بواقع 1.5 مليون لتر يوميا حتى نسد احتياج المواطنين. فلذلك أصبح هناك عجز تقريبا 50% لتجهيز المواطنين. لكن يعني من يوم أمس وأول أمس اتصل السيد المحافظ المحترم مع الوزير النفط وبعض السادة النواب ووعدونا سينفذ وإعادة حصة نينوى إلى كامل واقعها. نفس العجز المشهود هو أيضا بالغاز، هناك عجز من قبل الحكومة المركزية.